أكيد عرف إنكم خبرتوا الشرطة. لك منين بده يعرف؟ ما حدا بيعرف بالقصة غيرنا. ماشي الحال، على كل صار خير. إذا بدكم شي أنا ما بسكر الدكة للساعة 9. قفلوا عليكم الباب من جوا، ها؟ احتياط يعني. لأنه ما حدا بيعرف هدول أولاد الحرام شو بيطلع براسهم. يلا بالإذن. الله يخلينا إياك يا أبو محمود، لا تأخذنا عذبناك معنا وجرجرناك على المكافئ.